على على بنير. اسمعي خليني بنير، نخليني هكاك مر عليها ابو سعيد ويتفاق كيش اصعب لي مر عليها ابو المصه قريب الموت ونحن لو علينا في البومه قاز كيكا. اجي شضاء اجي. الله فيكم، مرحبا بكم كل. يسعدني لقائي معكم اليوم، وخاصة يسعدني أن أرحب بأصدقائي اللي جاءوا خصيصا لهذا اللقاء معكم. هم أصدقائي من سيدي بوزيد، واللي هم كانوا الأبطال الأوائل والأولين في اندلاع بداية الثورة في تونس، اللي أنا يشرفني وأنا فرحان جدا، ونراه اللي النهار يعني خروج الفيلم هو بالنسبة لي أنا يعني هدية مني لسيدي بوزيد وللشباب اللي كان لهم هم كان لهم هم يعني الشرف، وكان لهم هم الشيء الكبير باش بداوا في اندلاع الثورة، واللي كانوا مبدعين بصراحة، مبدعين كانوا مبدعين، كتبوها الثورة هذه بيديهم بظوافرهم يعني ببدنهم. أنا من قبس وجيت البارح ونحكوا كي نحكوا نحكوا الناس كلهم مع بعضنا، احنا كنا ولاد تونس من غير جهويات، كنا تونس كنا ناس على حاجة واحدة. J'ai écrit une histoire. J'étais à Paris, j'ai écrit une histoire incroyable. Parce que avec tout ce que j'ai vécu à Paris, Sidi Bouzid, après je me suis après filmé, je suis rentré à Sidi Bouzid, j'ai rencontré toujours mes copains et je dois dire hommage à Bahar qui est là. Bahar, il a passé avec moi deux heures pour me raconter en détail la révolution. Ces gens-là, comment ils ont collaboré avec moi, vous ne pouvez pas imaginer. Et franchement, je suis là pour eux. Et ils sont là, je suis vraiment aimé. Ami Mohamed Zran, qui est Sidi Bouzid, ou Shahada. توثيقية وشهادة تظل دائما في التاريخ. يعني نحن نعرف أن التاريخ هو جملة أحداث، الأحداث هذه إذا ما نجموش نكبتوها، ما نجموش نشدوا الأحداث هذه، الأحداث هذه إذا ما نوثقوهاش مش على جهة أنها تاريخ بل على جهة كونها تاريخ، إذا ما نقبضوش عن الزمان. صامويل بوكيت يقول نوسون برونجي دون لو طون. محمد زران لا، ماهوش برونجي دون طون، بالعكس محمد زران خرج فوق الزمان وقبض على الزمان. ثم معناها اللي قدمه سي محمد زران يبقى دائما امر نعتز به، وسيظل حدث يتجدد، والانسانيه فيما بعد تتعرف قيمه الثوره اللي انطلقت من سيدي بوزيد واللي كان سي محمد هو اللي موثقها. وشكرا. يا من جلست فنزل الماء وانسكب، غدوت عبئا وربي عنك واهلنا، فاذهب بسلم والا نوكد الحطب. الشعب التونسي طار بدوله بحكومه انتقاليه للجمعيه، مش لي 7 نوفمبر، مش بتاع بالحلي، مش بتاع الخروشي، مش بتاع المبزع، مش بتاع شيء. احنا 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 قوت الثوره، نحن عملنا الثوره، نحن نحكموا على بلادنا، نحكموا وعلى الكفاءات الاقتصاديه، وعلى الكفاءات الاجتماعيه، وعلى الكفاءات الثقافيه والثقافيه ناكد على هذا، وعلى الكفاءات الاجتماعيه والسياسيه اللي هي تنجم تقود الشعب التونسي وتحميه في الثورة ذي، تحميها من طمع من أطماع الأجنبية، وتحميه من أطماع السعودية، وتحميه من أطماع الإيرانيين، وتحميه من أطماع المرتزقة الأخرى. حاولت في هذا الفيلم أني أضع النقاط على الحروف على الولادة الحقيقية للثورة، لأن الثورة جات في ظرف في وضع سياسي يعرفوه التونس كل، وما كانش حتى واحد تقريبا يتنبأ بإنجاز ثوري إلا قلة قليلة آمنت بهذه القضية. ولذلك أردت أن أبين في هذا الفيلم
أن الثورة ما جاتش فجئية ولم تكن عفوية كما يعتقد البعض، ولكنها كانت نتيجة لعمل دؤوب قمنا به من أجل أن ننتقل من حالة إلى حالة. نحن استطعنا أننا نحسم مسألة ما نسميها بولادة الثورة، ولذلك العمل اللي قمنا به واللي حاولنا أن نقوم به خلال تلك الفترة يوم 17 ويوم 18 هو الذي أعطى لهذه الثورة توجهها وأعطى للحراك الثوري توجهها. في الواقع الشريط الوثائقي هذا احنا كنا نمثله يمكن تقول الأدوات اللي ساعدت سي محمد زرن على تحقيق الفيلم هذا، ودورنا كان نرشد سي محمد نهزوه للأحياء في سيدي بوزيد، هي بعض الأحياء اللي يمكن ما يعرفهاش هو ما يجمش يوصلها، نتقابله ونحكوا في كل الأحداث اللي يمكن ما حضرش لهاش احنا نرشدوه عليها ونكلموا عليها، يعني كنا أدوات مساعدة لفبركة الفيلم هذا ولإنتاجه. شريط ديجاج الشعب يريد لمحمد الزرن هو شريط اختار محمد الزرن باش يخرج اليوم، اولا لخاطر مازال كيكمل معناتها ماليش كمل في سبتمبر 2012، ثانيا هو فيلم صور الاحداث اللي وقعت في سيدي بوزيد في بداية 2011 اواخر 2010 بداية 2011، اليوم يخرج خاطر في تونس ثم تساؤل كبير حتى من الناس اللي كانوا في سيدي بوزيد وقاموا بالثورة هذه في سيدي بوزيد، اليوم يتسالوا هل موجودة ثورة، وقع الثورة ولا لا، واش يلزمنا اليوم وكيفاش ننظروا المستقبل في تونس، عدة تساؤلات في كل الجهات اليوم، مشاكل في بنقردان، مشاكل في سيدي بوزيد، مشاكل في الرديف، في يوم العرايس، في عدة جهات من الجمهورية، وهذا تساؤل مشروع، والفيلم ما لا إلا يرجعنا للأمال واللي كانوا يحلموا به الناس اللي قاموا الثورة في سيدي بوزيد، واللي أغلبهم كيف ما سمعناهم يأكدوا لشيء موقع منه، ويمكن ثم منهم حتى اللي نادى بقيام ثورة ثانية. فيلم دجاج هو الفيلم الثورة، يعني خلاصة الثورة بداية من سيدي بوزيد مرورا بشارع الحبيب بورقيبة حتى القصبة واحد والقصبة اثنين، وخاصة الخضم الثوري اللي صار في هذه الأيامات، والشعور والعشق بالحرية وفرحة التوانسة بموعد جديد مع الحياة. بالطبع في مخي حكاية يجب أن أخلقها، في مخي الثورة هذه اللي جات وخرجت بن علي بصراعات وبوسائل متعددة، أنا عندي وسيلة واحدة هي الفن. هل الفن هذا كيفاش ينجم يختزل الثورة، كيفاش ينجم يصور الأوقات والوقت الحقيقي للثورة ولمشاعر الناس ولأفكارها ولطموحاتها. بعد عامين الثقافة في الثورة التونسية مغيبة تماما، والأخطر من ذلك أن في ميزانية 2013 وقع خصم 50 تقريبا 50% من الميزانية بتاعها. الكونفرنس دو بريس حكيت على الثورة في حد ذاتها مش حتى على الفيلم، معناها حكيت على سوجي الثورة بتاع من 17 ديسمبر ل 14 جانفيي ومن بعد القصبة واحد والقصبة اثنين، عملت كما نقولوا ثورة في وسط الثورة، لأنه أحكيوا أنه الثورة ما هيش عفوية، الثورة كانت مجهزة أو القطرة اللي فيضت الكاس من انتظارات الشعب التونسي اللي قاعد يستنى 7 سنين أو 6 سنين كما قالوا 6 سنين يحضروا لكونتر السداد، لين البوعزيز يحرق روحه من هنا، كانت فرصة باش يقولوها علنا دقاش.